السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن الذنوب العظيمة التي حرمها الله ورسوله ورتب عليها العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة الظلم. قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ظلم العبد لنفسه بالكفر والشرك والنفاق، وهذا من أعظم الظلم وأشنعه. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، ألم تسمع إلى قول لقمان لابنه وهو يخاطبه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا النوع إذا مات عليه صاحبه ولم يتب منه فهو مطرود ملعون في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. القسم الثاني: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال تعالى عن نبي الله موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا النوع من المعاصي والذنوب ما دون الشرك صاحبه تحت رحمة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: أي عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته هذا المؤمن. وأما الكافر أو المنافق فيقال على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. القسم الثالث: ظلم العبد للناس وله صور كثيرة، منها ظلمهم بأخذ أموالهم سواء كان ذلك بالسرقة أو الربا أو أكل مال اليتيم أو أكل رواتب العمال أو غير ذلك. قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. النوع الثاني: الاعتداء على أراضي الناس، وهذا أيضا من الظلم العظيم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومعنى طوقه أي جعل طوقا على عنقه، ليس من أرض واحدة ولكن من سبع أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ظلمهم بسبهم أو ضربهم أو إيذائهم بأي نوع من أنواع الأذى، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ذكر منهما وقوم أو رجال معهم صياط
كأذناب البقر يضربون بها الناس. ومن صورها كذلك رفع القضايا الكيدية ضدهم بقصد الإضرار بهم. قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقضي له قطعة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك مطل الغني. ومعنى مطل الغني أي أن صاحب الدين الذي عليه الدين رجل غني مقتدر، فيماطل بالسداد مع قدرته عليه. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم. ومنها كذلك ظلم المرأة من ناحية النفقة أو الكسوة أو الاستيلاء عليها أو الاستيلاء على مالها بأي طريقة كانت. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا. أيها الإخوة الأفاضل، ليعلم الظالم أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأن العقوبة قد تفجأه في الدنيا قبل الآخرة. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. روى الإمام أحمد مسندي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وروى كذلك الإمام أحمد مسندي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويقول الرب جل جلاله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك يجب على المؤمن أن يتحلل من مظالم الآخرين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.